عالم الزراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله بإذن الله مع حضراتكم في هذا الفيديو هنستخدم القرفة للنباتات المنزلية. القرفة ليها كتير فوائد. فوائد اللي تخصنا احنا هي هنستخدمها اليوم في النبات في تنشيط عملية الجذور، في القضاء على الأمراض الفطرية اللي في الجذور النبات، وخاصة نبتة زي نبتة عصب موسى. عصب موسى معروف ان هي مشكلة هي الأمراض الفطرية اللي بتسيب الجذور بتاعت عصب موسى. اليوم احنا هنستخدم القرفة في القضاء على الأمراض الفطرية اللي بتسيب عصب موسى. اليوم هنستخدم القرفة في القضاء على الأمراض الفطرية اللي بتسيب الصبريات، وخاصة لما بنعطيها مي زيادة وتتعرض لمي كتير. ان شاء الله بإذن الله هنستخدم القرفة اليوم ان شاء الله بإذن الله تخلص من الطحالب. زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو في الصور الموضح قدامنا، الطحالب كتير جدا ليها اضرار وليها مشاكل في عملية التهوية والصرف، مش هنتطرق ليها، ولكن احنا برضو بنقدر نستخدم القرفة للتخلص من الطحالب او الريم الاخضر اللي موجود على سطح التربة. بنفس الطريقة بننصره برضو وبنرجع تاني ننكشه او نقلبه في التربة، خلاص ما بيرجعش تاني، ما بيكونش موجود تاني عندنا زي ما موجود في الصورة. الصورة اللي فوق اللي عليها الاكس بالاحمر لسه ما اتعملتش، والصورة اللي عليها الرايت الصح اتعملت بنفس القرفة واتمكست وخلاص، ان شاء الله بس لما بيرجعش تاني. نبدأ نشوف كيف بنستخدمه في الزراعة المنزلية. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. أبدأ أرشها. أبدأ أنا أنكش، أبدأ أعمل عملية تقليب لسطح التربة اللي فيه القرفة. هرجع مرة تانية استخدم القرفة شجرة التين المثمرة اللي امام حضراتكم، ابدأ احط لها برضو نفس الشيء معلقة. وابدأ احطها. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.